السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة هذه سنتعرف على رفع المنتجات على موقع Redbubble، ونتعرف على آخر المنتجات التي تم إضافتها لموقع Redbubble، ومدة استلام الأرباح للمصممين أو للبائعين. ندخل على متصفح جوجل ونكتب Redbubble نضغط على ساين إن نحن كده الآن دخلنا على موقع Redbubble. طبعا دي الصفحة الرئيسية، نضغط على الصورة فوق اللي هي على الحساب، ثم نضغط على Add New Work اللي هو إضافة عمل جديد أو إضافة تصميم جديد. هذا الشكل الجديد لطريقة التحميل، سابقا كان شكله شوية مختلف. يعني عندك نوعين، يا يعني إما تعمل نسخ من copy sitting from existing work، يا إما تعمل نسخ من عمل سابق أصلا هو موجود أنت رفعته من قبل، أو تحمل من هنا upload to all product من هنا للأعمال الجديدة. وضروري طبعا الصورة تكون PNG، إذا مثلا هنضيف مثلا هذه الصورة سويتي. نضغط على upload new work، ما ادري ليش ما نزلت، ممكن يكون في مشكلة فنية في الموقع، لكن خلينا نضغط عليها مرة اخرى. كده الان نزلت، جاري التحميل. طبعا هنا الاسم يفضل العنوان يكون من 4 إلى 8 كلمات لاسم العمل. مثلا نسجل فاني سويتي سانشاين، نضيف عليها نيو ديزاين. ممكن نعمل نسخ ننزلها بعدين في الديسكريبشن هنا تحت. التاكس هنا يا اخواني ده مهم جدا، ممكن ننزل نفس الكلمات ونضيف عليهم كلمات اخرى. طيب هنا مثلا gift نضيف عليها مثلا في الوصفة والديسكريبشن gift for friends or your sister
فرغ and yourself. طيب هنا طبعا بين في التاج يا اخواني لازم بين كل كلمة والاخرى تعمل فاصلة، تعمل كومة. تقريبا الموقع يقبل معك الى 50 كلمة او 50 تاج، ممكن نكتب عليها كمان gift للناس اللي بيبحثوا عن هدايا، ممكن الواحد يهدي هذا الشكل. اذا بحث بكلمة gift بيظهر معاه الشكل اللي خاص بالمنتج هذا. تاني ممكن نضيف بيرثدي للناس اللي بيهدوا في اعياد الميلاد، هالوين، سبيلينج هالوين HALLOWEN. طيب ممكن نضيف رينبو اللي هو غوص غزح، ممكن رينبو هذه نضيفه فوق على سانشاين رينبو، هنا ممكن نضيفه في الاسم فوق في العنوان. طيب ممكن نكتب سيستر في التاج براذر وهكذا. طيب طبعا انتوا زي ما شايفين اللغات هنا فوق اللي هي الدويتش الألمانية، الفرنسيس، الفرنسية، الإسبانيول، الإسبانية. إذا ضغطت هنا want to translate everything yourself هذا جيد، انتر ايت هير يعني تضغط، اضغط هنا ميك شور اول لانجويج فيجر ذا سيم انفو تايت تاكس ديسكريبشن. لازم انت تترجم الحاجات دي بنفسك اذا ضغطت على هذا الخانه او هذا المربع، فانت لا تضغط عليها، خلي الموقع هم بترجموها من عندهم. كده خلصنا من البيانات الاساسيه علىه. بالنسبة للباك جراوند كلر دي طبعا لما تضغط عليها الخلفيات ادناها دي زي ما شايفين الصور هنا كلها حيتم تلوينها. الان زي ما شايفينها باللون الابيض، فنحن نشوف لون يكون مثالي لي او لون يكون جاذب للمشترين. طيب اذا مثلا اخترنا هذا اللون، نجي نعدل على الاشكال. طبعا الستاندر هذا دائما في كل منتج تضيفه جديد بتلقى انه الاطفال غير مفعلين، فانت هنا فعل علامة الصح على الكيدز هذه الاطفال. طبعا المارك اب اللي شايفينه انتوا هنا دي نسبة الارباح اللي هي الموقع واضع اعلى شيء 20%، ممكن تخفضها وممكن تخليها كما هي 20%. الشكل ممكن تتحكم فيه، ترفع فوق تنزل لتحت، ممكن تصغره كمان، تضغط على هنا هذا القلم وتصغر من المسطرة هنا يصغر معاك زي ما شايفين، يكبر معاك، ولو صغرت ممكن تسحبه في اي اتجاهات. لو مشى معاك يمين شديد ممكن تعمل له توسيط في النص على هذه هوريزونتلي، تضغط عليه ويجيبه لك في النص. لو دايرها في المنتصف تحت
بينزلها لك كده في المنتصف، لكن انت ممكن ترفعها فوق شوية كده عشان تكون في أعلى صدر، وتعمل لها توسيط من هنا. ممكن تغير لون التيشيرت من الأبيض لأي لون آخر تشوف انت مناسب مع التصميم الجديد. طيب طيب إذا قلنا مثلا هذا اللون لأنه شوية لون هادي، ممكن هنا طبعا تغير الستايل، تعمل تانك اللي هي رغبة أو في زي دي مثلا، أو تعمل أي هودي مثلا اللي هو سيوتر أو بتاع البرد، لكن احنا خليها سليم فيت تيشيرت. نتأكد انه بتاعت الأطفال لازم مفعلة، وإذا أنت ما حابب إنك ما تبيع هذا التصميم ممكن تعمل ديسيبل يعني غير متاح، كده ما حيظهر للمشترين على موقع ريد بابل للبيع. وإذا لاحقا حبيت تعدل عليه وترفعه أو تعدل التصميم تضغط عليه يتفعل معك وتعمل حفظه تحت أسفل الصفحة. طيب بالنسبة للثاني هذا، نرفع التصميم لفوق شوية، نعمل توسيط، ممكن نغير اللون كمان، ونعمل apply change حفظ للتغييرات اللي تمت. الشكل الثالث هذا مرة غير مضبوط، نعمل له ضبط من الأول، نصغر الحجم ونعمل له توسيط. وهذه طبعا الخيارات يا اخوان اللي اسمها ريبيت، هنا التكرار، اذا ضغطت على دي بيبعثر لك الشكل على كل المقا او على كل التيشيرت. لو ضغطت على هذه بيجيب لك في شكل مربعات زي ما شايفين، هنا مبعثرة، هنا نن اللي هي واحدة بس زي ما كانت في الأول. فأنا بفضل إنها تكون على حسب الشكل هذا، إنها واحدة مناسبة. لو هنا التيشيرت هذا بالذات ترغب في تغيير اللون ممكن تعمل له لون مختلف على حسب ما تراه أنت مناسب مع الشرح. ونعمل سيف للتغييرات كينجز. طيب كده خلصنا الثلاثة اللي فوق، دي غير معروضة لأن تعمل لها استعراض. الموقع بيعمل لك لها تجاهل لأنه أحيانا بيشوف إنه البعد بتاع التصميم خارج الإطار. نصغر كمان مقاس، وهذه كمان، نصغر المقاس نرفع لأعلى كده عشان يكون في أعلى صدر، ونعمل حفظ. الثالث طبعا تم إضافة بعض المنتجات على موقع ريد بابل، لاحقا تحت هذا تلاقينا مكتوب عليها نيو،
هنشوفها. هذه فساتين طبعا ده الاستيكر ما بيكون عليه تعديل، بيكون كما هو. بعدين ميزة الموقع حتى اذا ما عملت ابلاي كينج، حتى لو ما حفظت التغييرات اصلا هو هيحفظ لك اوتوماتيك، يعني ده شيء مميز في الموقع. تصميم التلفون طبعا يفرق هنا، شوف زي ما ملاحظين الهوامش، انا مخلي هوامش هنا على الجوانب، لكن لما تشوف على التصميم الاصلي هنا على الجوال بيكون لسه التصميم داخل او خارج الاطار. فانت لازم تتأكد انك تصغر الشكل لسه عشان تصميمك يظهر داخل الجوال كده. الان دخل التصميم، وانا لماذا يعني نزلت التصميم لتحت؟ عشان التلفونات السامسونج بتكون الكاميرا هنا في المنتصف او فوق المنتصف، اذا رفعت الشكل اكثر من كذا من هذا البعد بيطلع لك على الكاميرا ويكون الشكل غير جميل. لكن بهذه الطريقة يعني افضل. طيب ونجي على الوالد، هذه المحفظة بتاعت الجوالات. طبعا ده الشكل كامل زي ما هنا شايفين، في النص في خطين لانه بتحفظ الجوال، وهذه بيقفل فيها، يعني هي مثل الكتاب بيتقسم على النص في الحتة دي. ممكن تعمل الشكل كامل وممكن تعمله على اثنين على ثلاث على حسب ما تشوف انت مناسب. المخدات طبعا يا اخوان الالوان هذه ما هي الوان اجبارية على المشتري لازم يشتريها، انت دي فقط للعرض. بعدين لما يجي يشتري المشتري بيدخل وبغير لون الشيء اللي هيشتريه، فانت من الناحية هذه اطمئن. فنحن هنا خلصنا من الشكل هذا. ننزل الى الطابعة، طبعا دي بتكون طابعة الاوراق الكروت الشكل حقها. طيب بالنسبة لللابتوب كمان،
دي من الأشكال الجديدة اللي ضافوها الشاور كونتينس، اللي هي زي ما شايفين الحاجز أو الستارة أو الملاية أو ده كتب عليها نيو. دي كمان نزل جديد، في منها شكلين نازلين على الموقع. ممكن نحن هذه نعملها على عدة أشكال، نفرقها كذا على هذا الشكل، بيكون تصميمها أجمل زي ما شايفين هنا. شوفوا وعنده هنا النقص الأكواب، برضو ممكن نعملها كذا متفرغة، نصغر الحجم عشان يظهر على الأكواب زي ما شايفين هنا. الأشكال جميلة، ممكن ترفعهم فوق تنزلهم تحت، تتحكم فيهم زي ما عايز. وعندك هنا أكواب السفر، ممكن برضو نحنا نعملها متفرغة عندك البنطال أو البنطلون. لما يكون بخط كبير شوف ما حيكون ظاهر، فأنت لازم تعمله بأشكال صغيرة متفرغة تظهر لك على كل البنطلون. مثلا على هذا الشكل هيظهر لك على هذا الشكل. بعدها عندك السكيرت، سكريفز، لو كان متفرغ يفضل أن تكون متفرغة عشان تعكس جمال التصميم كده أجمل مما تكون واحدة. ونصمم كمان للتابلت برضو الكفر حقه، إذا بطلع بشكل جميل. عندك الشنطة أو الحقيبة المدرسية، حقيبة الظهر، وعندك النوت بوك الكتب، الكتب المدرسية. ما أجمل المدرسة، خلينا نرفع التصميم لفوق عشان يكون أجمل كده أنسب. شايفين أنا شايف لو غيرنا اللون البرتقالي للون آخر بيكون أفضل. خلونا نحاول نشوف لون آخر عشان يعكس جمال التصميم. ايوه كده التصميم جميل، بس مايل عليه انه نسائي او بناتي اكثر، لكن ما مشكله، اصلا هو للعرض لا اكثر، يعني شيء يلفت النظر كده اللون اجمل. نعم حتى اللون جميل او مرئي للعين، مريح لغرنيه العين.
طيب ممكن نحن نعمل بعثرة للشكل هذا، خلينا نشوف كيف يظهر على الكتاب. جدا جميل. حتى الساعات ما نسوا نصيبها من التصاميم. يلا بالنسبة للساعات عندك هنا الديفولت فريم، الفريم اللي هو الإطار الخارجي، عندك منه ثلاثة ألوان، ممكن تعمله أسود بلاك أو وايت أبيض أو نيشرال رامبو بامبو. نيشرال بامبو ده لون جميل جدا، هنشوفه لاحقا بعد ما نثبت التصميم. وبالنسبة لي الهاند كولر اللي هو الشوكة الداخلية للساعة، في منها أربع ألوان، أبيض وأسود وأحمر وأكوا. أكوا اللي هو لون غريب من اللون البلو على ما أعتقد، لون جميل. خلينا نحفظ عليه التصميم هذا. طيب عندك الفنون دي طبعا الألواح بتاعت الجدران زي الديكور بتاع الجدران وكذا. نرفع عليه فوق شوية، أهم شيء نضغط على توسيط horizontally. تمام. عندك دي كمان ضفوها جديدة، اكريليك بلوك بلوكس اند كوسترز. ممكن نعملها متفرغة، choose pattern، نضغط على offset grip grip grid عفوا، ما نحتاج نعمل له توسيط لأنه أصلا الشكل مبعثر. وعندنا هنا دي كمان نيو كلها إضافات جديدة، هنا نعمل enable للتصميم هذا، برضو كمان نعمل له offset grid. طبعا دي الباث باتس اللي هي اللي توضع عند مدخل الحمام زي المنشفة كده، دي كمان ضافوها جديدة في ريد بابل. يفضل ان تكون باللون اي اللون كان، لكن اللون الرصاصي انا شايفه أنسب يعني، لأنه أغلب النساء بيفضلن اللون الرصاصي. طيب البوتيل الغنين القارورة تبع الماء كمان ضافوها جديدة، مكتوب عليها نيو. ممكن نحن نعمل لها شكل مبعثر، نقلل السكيل الحجم المقاس تبع اللوجو التصميم. دي كمان تحت لسه هتنزل غريبا يعني، ما نزلت لسه، كاتب عليها coming soon اللي هي غريبا سوف ينزلوها على الموقع، اللي هي منها وود كانفاس موتيل برينت. دي طعم تقريبا زي شكل الديكور او بتوضع على الطاولة
طابعة من اللون الخارجي أو كتزيين وكذا. نحن نصمم التصميم ولاحقا لما تتفعل حتنزل لك على التفعيل. طيب إذا عندك تصاميم أو إذا عندك سؤال، عندك تصاميم قديمة مرفوعة على الموقع، هل التحديثات أو الإضافات الجديدة ستتفاعل معك آليا أم لا؟ هي ستكون مفعلة لكن لن تحصل على مبيعات ما لم تدخل وتعمل تفعيل أو إنيبل وتضبط الأبعاد زي ما نحن بنصمم حاليا وتعمل أبلاي. أنا لاحقا أثناء الفيديو سأعلمكم عن أو سأوريكم كيف تقدر تعمل هذه الطريقة بإضافة التصاميم الجديدة مع التصاميم القديمة. قطن توت باكس، طبعا دي حقيبة من القطن، حقيبة يدوية من مصنوعة من القطن، ما ادري اذا بيشيلوا عليها خضار ولا بيشيلوا عليها، المهم يعني زي الحاوية صغيرة كده سموها قفة او ايا اسم كان لها. الشكل اللي لما يكون تحت اجمل زي ما شايفين، بس لازم نكبر الحجم شوية. خلينا نشوفه كده، خلينا نكبر الحجم لسه. طيب خلاص كده مناسب. طيب الميديا اللي هي دي طبعا للتصاميم، هو الموقع بيسألك انت قال لي شيء لازم تختار اثنين، انت عملتها من تصوير فوتوغرافي هذا الشكل ام من تصميم على يعني تصميم والاستريتر، او طبعتها ميكسد ميديا يعني شكل مختلط من الميديا، او عمل لو رسمتها رسم دروينج او ديجيتال ارت او فن رقمي او ضبط. يعني انت ممكن على الاثنين فوتوغرافي او ديزاين استليتر ممكن يكفيك على اجابة الاسئلة. طيب ديفولت فيو ان يور شوب. طيب بالنسبة للظهور للشكل هذا يظهر لك ايش على موقعك؟ عندك شيء معين بريمي مثلا سكوب تيشيرت ولا تيشيرت هودي ولا عندك شيء معين، انت فقط تختار الاخيرة هذه بتلقاها مفعلة ايميج اونلي اللي هي اظهار صور فقط. ممكن تعملها خاص اونلي يو يعني برايفت ما حد غيرك يشوفها لحد ما تكون تعمل لها اني بادي ممكن يشوفها، تعمل لها بابليك تضغط على بابليك هنا. This major content nudity or inigri adult ranging alcohol or drug blood guns or violence. يعني قال لك هل الحياة دي تحتوي على كحول ومخدرات او حاجة لها شيء بالإجرام أو بالعنف، نسجل عليها نو. لو عملت عليه يس حيرفضوا لك التصميم، وهنا تحمل الحفظ لي لا يلحق في بيع هذا المنتج. I have the right to sell products containing this artwork including one and any future company name or logo. يعني لا يلحق أن أبيع هذا المنتج وأنا أمتلك شركة وبالاسم وبالشعار والحاجة دي حاجة شخصية يعني عملتها انت لا حد غيرك يمتلكها، لانه اذا كان شيء له حقوق ملكية مثل العلامة التجارية الكبرى المعروفة
مثل أديداس، نايك، أمازون، زي اللعيبة المشاهير كريستيانو رونالدو، ميسي وغيرهم. هذه الأسماء أو هذه المشاهير أو هذه الموسيقى أو هذه الأسماء الشهيرة أو الألعاب أو الجيم بيكون عليها حقوق، ولاحقا حيتم إنهاء الحملة تبعك. نعمل سيف للبرودكت للمشروع اللي احنا عملناه حاليا أو للتصميم اللي احنا رفعناه، وجاري الآن حفظ التصميم. طيب ده كده التصميم جاهز، ممكن نعمل له تعديل من هنا edit work، تدخل تعمل عليه تعديل. طيب شوف التصاميم جدا جميلة اللي احنا عملناها. زي ما قلت مولد مثلها مثل الكتاب المدرسي، بيقفل على جهتين. هذا الارت بورد برينت، تصميمه جدا جميل، معروض على مكتب. إذا لاحظت إنه التصميم في أي حاجة من هذه الأشياء غير مظبوط، ممكن تقرأ الاسم تحت الشيء الغير مناسب عليه، وتدخل تعمل له تعديل إذا احتاج رفع لفوق أو تنزيل لتحت. كل هذه التصاميم تقريبا 67 تصميم على ما أعتقد. خلينا مثلا نفتح هذا، انا كده ما نزلت لي صورة، انا ما ابغى صورة، لكن ممكن نرفع من هنا، ندخل على مانج بورتوفيلو. طيب دي بيدخل لك على تصاميمه كلها مرة واحدة. طيب ثم نضغط على، طبعا يا اخواني هنا اللون الحارط دل الاعجاب، وعلامة الدولار هذه لما تحصل على بيعة تظهر لك هنا، وهنا لو فعل تعليق من احد المشترين من احد المهتمين بتلقاه هنا. حنضغط هنا فوق على علامة الضبط، ممكن هتعمل فيو بيعرض لك كل المنتج الخاص بتصميم هذا، او تعمل ايديت تدخل تعمل تعديل على المنتج، او تعمل كوبي اللي هو نسخة لنفس المنتج وتعدل على النسخة الجديد، او تعمل بروموت اللي هو ادفرتايزنج دعاية واعلان، او ممكن تغيره لبرايفت اللي هو خاص ما ممكن حد غيرك يشوفه الا انت. سيت ات ميشر ممكن تعمل له ضبط هنا اللي ما ادري لماذا، وهنا مسح اللي ديليت لو عندك الرغبه تمسح المنتج. نحن نعمل على، نضغط على فيو، ثلاثة وستون منتج متاح available products 63. لو في اي حد علق عليه تضغط على هنا بيوديك لي التعليقات، وممكن انت ترد عليه اللي يعلق عليك، تكتب هنا وتترك له مسج. artist notes وهنا التصاميم.
شوف التصاميم طبعا. هذه صفحة تظهر لي المشترين بنفس الكتابة هذه والأسعار، تختار المقاس تغير المقاس من هنا تمام، ممكن كمان تغيير اللون. هذا التصميم عليه 6 ألوان، تضغط هنا وتغير اللون اللي انت حابب تشتري عليه، مثلا هذا اللون او هذا اللون او اي لون كان. وهنا لو عندك الرغبة تغير التصميم او الشكل. ده طبعا بالنسبة للأباريل اللي هي الكلوذيس. وهنا عندك التلفونات، الجوالات، الوال ارت، الفنون او الديكور تبع المنزل. هنا الهوم ديكور، طبعا دي الساعة اللي كلمتكم عليها سابقا. اللون النيشرال اللي هو ده زي ما شايفين، لون مرة جميل من الخارج زي ما شايفين. وده اللون الأقوى اللي هو لون شبيه للبلو الغامق زي ما شايفين. ممكن كمان هنا تغير لي مثلا بلاك اللون الخارجي، وهنا الأقوى تغيرها مثلا لي ريد أو لي وايت، هتكون ظهر لك بالشكل هذا على حسب الشيء اللي انت راغب تشتريه. فانا زي ما قلت لكم الاشكال الاوائل هذه فقط للعرض وليس اجبارية على المشترين، يعني للعرض الاول فقط. هنا عندك الاكسسوارز، وهنا عندك الأدوات المكتبية، طيب خلينا نوريكم طريقة التعديل على التصميم. نضغط هنا نعمل على Edit ثم نذهب أدناه. طبعا إذا جيت هنا على بقية اللغات بتلقاها إنها ترجمت آليا من عند الموقع، الأسباني، فرنسي، ألماني وغيره. لما تحفظ حيتم ترجمتها آليا. اللي يبحث باللغات الأربعة سوف يجد منتجك، يعني ريدبابل جدا موقع يعني أخذ شهرة قوية بسبب اللغات المعتمدة فيه والاهتمام والتطوير المستمر في الموقع والإضافات المستمرة. طبعا إذا عندك أي تعديل زي ما قلت لك تضغط على إيديت على أي تصميم شايفه أنت غير مناسب تعدل عليه، أوكي، وتنزل تحت وتعمل حفظ يعني في غاية السهولة. ما عليك إلا تضغط على I have right، هذه بتكون غير مفعلة، تضغط عليها وتعمل save work. كده بكون انت عدلت على الشكل أي شكل عندك كان. إذا أشكالك جدا كثيرة ممكن تعمل بحث على التصميم الخاص بك وتجد بكل سهولة على البورتفوليو تبعك. تضغط هنا
وتذهب إلى بورتفوليو مانج بورتفوليو. وهذه الأشكال ممكن تدخل تتصفح فيها وتبحث على المنتج تبعك. نحن الآن اللي عملنا سويتي هتلقى يفرز لك سويتي لحاله، يجبرك لحاله وتعدل عليه. طيب بالنسبة للأرباح، الشيء اللي حابب أذكركم به إنه رجعوا للسياسة اللي كانت متبعة سابقا، يعني كل شهر أو منتصف كل شهر في 15 أو 14 من كل شهر ميلادي هم بيحولوا لك الأرباح، وليس في أي يوم من الأيام. يعني لا تقول لماذا لم يتم تحويل الأرباح الخاصة بي، فلازم تنتظر لحد منتصف الشهر وسوف يتم تحويل المبالغ إليك، وليس كل مبلغ سوف يتم تحويله لك. هنالك حد أدنى وهو $20 لأقل تحويل، لأقل عملية تحويل لازم يكون $20. طيب إذا أنت حابب تشوف أرباحك، ما عليك إلا تدخل على account details ثم تذهب على يسار الصفحة بتلقى sales history اللي هي تاريخ المبيعات. طيب اوكي، هذه الارباح تبعي اللي هي $11.96 اجمالي المبيعات $81.13. المشترين الولايات المتحدة، المانيا، الولايات المتحدة، الولايات المتحدة، الولايات المتحدة، الولايات المتحدة، الولايات المتحدة، بريطانيا، وبريطانيا، الولايات المتحدة، وبريطانيا. طبعا يا اخوان اكثر الاسواق يعني فيها تداول او بزنس او قوة شرائية وعليها حركة تجارية عالية الولايات المتحدة. طبعا الصين والهند دي حاجة تانية، ما شاء الله دولك شعوب أكثر من مليار نفر، لكن أنا بتكلم عن الغرب اللي هي أكثر ثلاثة أسواق الولايات المتحدة. عدد السكان حوالي 324 مليون نسمة تقريبا، وبريطانيا وألمانيا هذه أكثر ثلاث أسواق ممكن أنت تستهدف إعلاناتك في هذه الدول. وإذا عجبك الفيديو رجاء اعمل لايك للقناة واعمل شير لهذا الفيديو، وتشجيعا عشان نعمل لكم فيديوهات لاحقة وتقدروا تستفيدوا منها وتفيدوا كمان اصحابكم واهلكم. ونعملوا لنا لايك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.